السلام عليكم. النهاردة عيد ميلاد الفنان العظيم الكبير عادل إمام. السلام عليكم. أنا باشمهندس. أهلا. ايوه انت مباحث وبعتيني اتكلمني، لكن انا بقى هخرب بيتك، انا هخرب بيتك. انت بقى ابويا المعلم عاد مزاك ابويا. سلامات ابويا. ابوك مين يا قال؟ كل سنه وانت طيب وربنا يديك الصحه والعافيه ونسمع عنك كل خير يا رب دايما ودايما. الناس كلها الدنيا كلها بتشكر فيك وتحبك، وانا اولهم. اخوك نعيم عيسى. الاستاذ الفنان الكبير العظيم عادل امام من اعظم الفنانين اللي اشتغلت معاهم. عملت معاه اعمال كتير قوي، سينما ومسرح وتلفزيون. من أول لقاءاتي مع الفنان العظيم عادل إمام فيلم كان اسمه جواز على الهوى. الفيلم ده كانت سنة 76، وأثناء التصوير بينا طبعا نتقابل كل يوم وخدنا على بعض واستريح لأعمالي معاه، وأنا كمان حبيته جدا يعني، لأنه فنان عظيم وكبير. وبعدين بعد كده عملنا مع بعض أفلام وأعمال كتيرة، أعمال كبيرة قوي. يلا هقول لكم على حاجة جديدة خالص ناس كتير ما تعرفهاش. شاهد ما شافش حاجة. اشتغلت فيها مع الأستاذ عادل إمام سنة 77. كان الفنان الأستاذ سمير ولي الدين بيعمل دور في المسرحية الشاويش حسين. وأثناء المسرحية الأستاذ سمير ولي الدين الله يرحمه جاله دور في اليونان، مسلسل في اليونان، فراح سايب المسرحية وراح طاير على اليونان. فالأستاذ سمير ولي الدين لما راح اليونان يشتغل هناك في مسلسل، فبقى في فراغ في مكانه، فبقى عايزين حد يشتغل بداله. رشحني للدور بداله مين؟ هاني مطاوع، المخرج الفنان الكبير العظيم هاني مطاوع، لأنه بلدياتي. رشحني للدور، والأستاذ عادل إمام لما شافني افتكر شغلي معاه في جواز على الهوى، فرحب بيا واشتغلت الدور. وبعد كام يوم كانوا عايزين يصوروا المسرحية، ففوجئت أنا طبعا لابس دور الشاويش، فوجئت بإن سمير ولي الدين هيصور المسرحية ولابس الشاويش حسين. بعد الإمام قال الله، اللي هيصور المسرحية نعيم عيسى. سعيد صالح قال له لا، سمير ولي الدين هو اللي بدأ معاك المسرحية، فالمفروض هو اللي يكمل يصور ويكمل. وفعلا هو اللي صور. وبعد التصوير الأستاذ سعيد صالح كان عاوز سمير ولي الدين الله يرحمه يكمل المسرحية مع عادل إمام، فقال له لا، اللي هيكمل معايا المسرحية لحد آخرها نعيم عيسى. وفعلا عرضناها 5 سنين بعد كده، لفينا بيها العالم كله.
وبقيت التقي مع الفنان عادل امام في اعمال كتير قوي، منها المسلسل احلام الفتى الطاير سنه 78. مساء الخير. سنه 80 عملت فيلم برضه مع عادل امام اسمه الانسان يعيش مره واحده، كان فيلم جميل، كان كل الناس بتحب الفيلم ده. وعملت بعد كده مع الفنان عادل امام اعمال كتير، وتوالت الاعمال، والحقيقه كان هو معجب بيا قوي وكان مستريح لي في اعمالي قوي، وانا كمان كنت بحبه فعلا. الأستاذ عادل إمام ربنا يخليك لنا يا أستاذ، ويطول لنا في عمرك، ويديك الصحة والعافية، ويحبب فيك جميع ما خلق يا رب. مع ألف سلامة يا حبيبي، أخوك نعيم عيسى.